مثلث برمودا هو منطقة في المحيط الأطلسي تقع بين جزر برمودا وفلوريدا وبورتوريكو. يقال إن هذه المنطقة شهدت العديد من حالات اختفاء السفن والطائرات دون أي تفسير واضح. بعض الناس يعتقدون أن هناك قوة خارقة للطبيعة أو ظواهر غير عادية تسببت في هذه الحوادث، ولكن هل هذا صحيح؟ وهل هناك تفسير علمي لما يحدث في مثلث برمودا؟ نظرية الدوامات البحرية إحدى النظريات التي تحاول شرح حالات اختفاء السفن في مثلث برمودا هي نظرية الدوامات البحرية. هذه النظرية تقول أن هناك دوامات قوية في الماء تستطيع أن تجذب السفن إلى أعماق المحيط وتغمرها. بعض الأدلة التي تدعم هذه النظرية هي أن بعض السفن التي اختفت في مثلث برمودا كانت تحمل شحنات ثقيلة مثل الفحم أو الخشب، والتي قد تجعلها أكثر عرضة للانجراف إلى أسفل. كما أن بعض الملاحظات الجوية والبحرية أظهرت وجود دوامات في المنطقة. نظرية الغازات الميثانية أخرى من النظريات التي تحاول شرح حالات اختفاء السفن والطائرات في مثلث برمودا هي نظرية الغازات الميثانية. هذه النظرية تقول أن هناك انبعاثات كبيرة من غاز الميثان من قشور المحار في قاع المحيط، والتي قد تؤدي إلى خفض كثافة الماء وإزالة قدرة السفن على التعويم. كما قد تؤدي هذه الانبعاثات إلى إحداث اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض، مما يؤثر على أجهزة التوجيه والاتصالات للطائرات. بعض الأدلة التي تدعم هذه النظرية هي أن بعض الباحثين قاموا بتجارب مختبرية تظهر كيف يمكن للغاز الميثان أن يسبب ظواهر مماثلة لتلك التي تحدث في مثلث برمودا. كما أن بعض الدراسات الجيولوجية أظهرت وجود احتياطيات كبيرة من غاز الميثان تحت قاع المحيط في المنطقة. نظرية التدخل الفضائي واحدة من النظريات الأكثر شعبية ولكن أقل علمية، التي تحاول شرح حالات اختفاء السفن والطائرات في مثلث برمودا هي نظرية التدخل الفضائي. هذه النظرية تقول أن هناك كائنات فضائية تزور الأرض وتستخدم مثلث برمودا كموقع للاختطاف أو التجارب أو الاستكشاف. بعض الأدلة التي تدعم هذه النظرية هي أن بعض الشهود زعموا رؤية أجسام غامضة أو أضواء غريبة في سماء مثلث برمودا. كما أن بعض المؤلفين والباحثين قاموا بإطلاق نظريات مؤامرة تربط بين مثلث برمودا والأهرامات والأطلانتس والحضارات القديمة. في هذا الموضوع حاولت أن أفهم ما يحدث في منطقة المحيط الأطلسي المعروفة باسم مثلث برمودا، حيث اختفت العديد من السفن والطائرات دون أثر. تناولت بعض النظريات التي تحاول شرح هذه الظاهرة، مثل نظرية الدوامات البحرية ونظرية الغازات الميثانية ونظرية التدخل الفضائي.